التحالفات السياسية التي تنعقد حاليا في بغداد وفي الفنادق والتكتلات التي تشير إلى أن هنالك الأمور ستسير نحو حكومة محاصصة، والشعب العراقي يقول رأيه ويتبع خطواته الوطنية، وأيضا يؤشر بالبنان على أن الحكومة ستعود إلى المربع الأول، والمحاصصة هي التي أدت بالعراق إلى هذا المنعطف الخطير. فالشعب العراقي يريد دائما ويكرر مطالباته بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لا حكومة محاصصة. الآن سوف نسأل المواطنين وستعرفون آراءهم من خلال هذه اللقاء، تعالوا معنا. والله هي محاصصة بيناتهم، يعني الشعب واقع بيها، الفقير واقع بيها، يعني أسع الأيمن متضرر أكثر من الأيسر، يعني ما سووا كل شيء بالأيمن، يعني بس محاصصة بيناتهم. هسه اغلبيتهم بالخارج مسوي. بس خليني اسالك سؤال، الشعب لماذا خرج للانتخابات؟ والله خرج غصب عليهم، يعني يريدون يغيرون على اساس ده يجي احسن، بس يجي اخرب منهم، هم جوعانين وهم يريدون يلغفون يكسبون مكاسب، والشعب واقع بيها. اذا احنا شنو اللي يفيدنا غير يفيدنا حكومه انقاذ؟ احنا يفيدنا حكومه انقاذ، يعني حكومه ناس مسالمين، ناس نزيهين، ناس طيبين، ناس صالحين، ما يبوقون البلد، ما ناس حرامية تروح تسوي شركات، تسوي عماير بالخارج، عايفين الشعب ميت من الجوع. أشوف بغداد ايش قص صار لهم، ترى اغلبيتهم فقراء. وجه لي كلمة انت مواطن للكتل السياسية، شو تقول لهم؟ والله لو يطلعون احسن لهم، يطلعون بوجه، ما يطلعون بوجن ابيض، وجن اسود، عبن ليش الشعب كلهم ما يريدهم، ما يريدهم، عبن ليش سووا فقر بالبلد. والله انا اشوف من هاي الاجتماعات انه هاي الشغله كلها شغله سياسيه، يعني الحكومه كلها على شيء على شيء، يعني ايش انا اقول لك، عصابات، يعني هو امريكا راضي يصير هيك فراح تظل هيك، لو امريكا تريد ما يصير هيك باكر يتغير الاوضاع يتعدل كل شيء، هذا مخلص الحكي. وليش احنا ايش كان بينا؟ كنا عايشين احسن حياه، ما حد يجي منا ولا حد يوصلنا، صح لو لا؟ بس من جاء امريكا خرب البلد، وشوف حالنا، شوف حال هالامه، جاء وراها داعش، جاء كلها فبركه سياسيه لا اكثر ولا اقل. ورحم الله والديك. حاليا احنا محتاجين حكومه انقاذ وطني؟ والله هذا عاد ظلت بيد امريكا، هذا ما بيد كل احد، والله كن على ثقه بيد امريكا، وما يحتاج تسالون المواطنين، حتى هاي الدنيا كلها تعرف هاي الشيء، العالم كله يعرف هذا الشيء. الله يرضى عنك، رحم الله والديك. محتاجين نظام رئاسي وخدمه الزاميه، بس ما محتاجين حكومه انقاذ وطني؟ لا لا، محتاج نظام رئاسي، يعني اي واحد خلص الرئيس واحد وخدمه الزاميه ترجع طبيعيه ويرجع الوضع طبيعي. مثل النظام الرئاسي غير حكومة إنقاذ وطني؟ انتخاب، يخلون العشرة والشعب ينتخب، هذا العشرة اللي يفوز يصير رئيس جمهورية. تسميها الحكومة إنقاذ؟ هذه حكومة حقيقية، يعني إذا جت هيك حكومة حقيقية وخدمة إلزامية، حتى ابني يروح يلبس عسكري وابنك يلبس عسكري. تسميها الحكومة إنقاذ وطني؟ هذه حكومة حقيقية، يعني مو حكومة أني أنتخب واحد ويجيني غير واحد. يعني هاي الانتخابات، هاي انتخبت واحد أشرحت أصواته سوى تكتلات صار مع غير واحد. هذا مو حش. هاي مو انتخابات هذا. الشعب كله يدري، يعني اذا تجي على حرمه تسالها او طفل او تعرف هالشغله. ايش محتاج حاليا؟ محتاج حكومه رئاسه جمهوريه، محتاج واحد، محتاج واحد يخدمه بس زين، يخدمه بصوره صحيحه، يخدمه بشغلات زينه، مثل عمر هذا البلد، البلد متفلش حيل، يعني شوف الوضعيه، هالوضعيه سعانه حيل تعبانه، هسه رواتب هاي العالم هسه يعني اكثر، اشرح شوف هاي الاشارات ماكو، هاي ما الرواتب هسه العالم روح شوفها واشفه بالمكاتب وجعتتنا، زين الفقير يريد يعيش، يريد اللقمه تجي تصلي بيته، صحيح ولا لا؟ ما يريد حرام يحط بجيبه. اذا احنا محتاجين حكومه انقاذ وطني. هي محتاجين حكومه تخدمنا، حكومه ما تبوق تحط بجيبها. ما يريد واحد يجي اي اللي يجينا يحط بجيبه. دورنا واحد يعني يخدم الشعب، يخدم المستشفيات، المستشفيات روح شوفها. هاي اسعانا مرضى الثلاسيميا، اسعانا قبالك مريض. هاي تشاس ماكو، تشاس يعني تشيس ما دام يقدر يدبرونه. يعبقون مليارات،
جاس ماكو؟ ها؟ اي ماكو. اي بالله ما راجعت نعم روح شوف المصرف هسه يعني. ماكو جاس دم نهائيا. علاجات ماكو. يعني الدولة ما تقدر توفر جاسة؟ لعد ايش قد بواقين انتم؟ ايش قد حرامية انتم؟ يا حكومة. زين؟ ما تقدرون تدبرون باقة كرفس عراقية. ولا تقدرون تدبرون كيس دم. فايش قد بواقين انتم؟ صور يعني صور. ايش قد فضحتونا انتم؟